اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. اكله امي النهارده اكل صحي، والصحه تاج على رؤوس الاصحاء، والوقايه خير من العلاج. احنا مش بنعمل اكل صحي ويخلينا نقفل نفسنا من الغداء او من العشاء او من الوجبه اللي احنا بنتناولها يوميا، لا، احنا بنبحث جوه الاكله، بنشوف ايه الدهون، ايه المكونات بتاعتها، ونبدا نعمل نفلتر من الموضوع ده ونقدمها بقدر الامكان حتى لو بنسبه 50% تكون هيلث. معانا النهارده كفته. اوبا، كفته النهارده الفراخ، هنعمل كفته الفراخ بالخضار. هنشوف نعملها مع بعض ازاي بالصينيه، حاجه كده ميكس لطيفه من اختراعي. هنشوف نعملها مع بعض ازاي، مكوناتها لطافه، صدور فراخ، معانا تشكيله من الخضار، الكوسه والفلفله والبصل والثوم، معانا شويه عين جمل، معانا جزر، حاجات لطيفه. البرغل معانا هنا هو العصب بتاعها. معانا النهارده طبق مكرونه انا بعشقه، مكرونه خفيفه، لو انا عايز اتعشى والوقت متاخر باكل المكرونه دي، مكرونه بالزبادي، واحب ادعمها بشويه عين جمل او لوز. عين جمل ازاي؟ اللي هو الجوز، بنحمره في معلقتين من زيت الزيتون او بدون تحمير حسب الرغبه، وبنزين بيه الطبق كده ايحاء ان احنا بناكل مكسرات مع المكرونه والزبادي. الزبادي هيلسي، بنشتريه من اي سوبر ماركت، نقدر نديله قوام بواسطه النشا وبياض البيض. معانا عصير النهارده بنهديه لطلبه الثانويه العامه علشان يركزوا ويجيبوا الدرجات التفوق ان شاء الله، ونتمنى لهم التوفيق. عصير الافوكاتو باللوز، يا مزاجه اللوز، يعني اوميجا 3 والافوكاتو كلنا متفقين على ان هو نوع من انواع الفواكه لو احنا عايزينه فواكه، ونوع من انواع الخضار لو احنا عايزينه من الخضار. مش عايز اطول حضراتكم في تفاصيل كتير في الحلقه النهارده، وهنقدمها لحضراتكم بطريقه سهله ومبسطه، ولكن عايزه تكتبي على باب الثلاجه يوم الاحد من كل اسبوع على شاشه القناه الاولى الاكل بتاعنا هيلسي. هنطلع فاصل صغير، اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، معانا المكونات بتاعتنا، اعتقد ان هي موجوده في اي ثلاجه وفي اي بيت. صدور فراخ، معلقتين من البرغل، بصل وتوم، كوسه، خضار اللي موجود عندك في الثلاجه، سبانخ، مشروم، يعني كل انواع الخضار، ما فيش مشكله من ناحيتها. المقادير على الشاشه، استاذه رحاب، مقادير كفته الفراخ بالصينيه مع الخضار، مقاديرها على الشاشه. فكرة عمل كبة بالصينية أو كبيبة بالصينية أو كفتة بالصينية، مقاديرها على الشاشة. صدور فراخ، برغل مغسول ومنقوع، معانا طبعا بصل وتوم وكوسة، فلفل ألوان، بهاراتنا ملح وفلفل، شوية زعتر، ممكن نحط شوية حبهان حسب الرغبة. هناخد صدور الفراخ دي نقطعها مع بعض كده، المقادير على الشاشة خلاص زي الفل، تمام. هناخد صدور الفراخ نقطعها، طبعا طالما هتفرميها في الكبه او في الخلاط تحضريها. يعني ايه تحضريها؟ يعني بتقطعيها علشان السكينه بتاعه الخلاط ما يحصل لهاش مشكله، ده الطبيعي. بنشيل ده من هنا كده، وناخد صدور الفراخ يا عم الشيف نقطعها كده في قلب الكبه، سكينتك حاميه، صدور الفراخ تتغسل وهي سليمه. الناس اللي بتقطع الفراخ وترجع تغسلها تاني ده مش كويس، اهم حاجه تغسليها وسليم كده وتنشفيها باما بشاشه بيضه او بمناديل مطبخ، وبعدين تشتغلي فيها زي ما انت حابه، تعمليها بانيه، تعمليها زي ما انا هعملها دلوقتي كفته حسب الرغبه. هنحط دول هنا مع بعض بالشكل ده كده، ونطحنهم طحنه حلوه كده الاول مع البصل والثوم. بسم الله الرحمن الرحيم. زي الفل، نبدأ نحط شوية برغل. يا نعم، أنا معاكم يا شباب. صوت الخلاط مزعج، معلش. البرغل بنحطه كده، البرغل ده هو العصب بتاع الكفتة اللي أنا بعملها دلوقتي. تليفوناتنا على الشاشة للتواصل، وأسئلة كتير ممكن تجيني دلوقتي. ممكن نستبدل بدل البرغل بقسماط يا شيف. البرغل يعتبر طبعا من مشتقات القمح الصلب، احنا عارفين البرغل بيطلع من القمح، والفريك القمح الأخضر، فالاتنين سواسية والاثنين ولاد عم، بس ده قمح مستوي صلب، والفريك بيبقى القمح الاخضر السنبله الخضراء. فحبوب القمح الكامله مفيش مشكله منها، قيمه غذائيه عاليه جدا، فوائدها كتير، الياف فعاله وغير فعاله، والحاجات الحلوه اللي احنا كلنا عارفينها.
بنبدأ نحط شوية خضار معاه. فين البصل؟ عينيا، ناخد البصل ده نحطه كده. انت بتحط ايه يا شيف؟ انا بقى بطوعم الكفته بتاعتي، بصلايه، توميه، برغل، وبعدين انا هنا خلطت الفراخ فرمتها، فانا هنا مطلوب من الخلاط يقلب الحاجات دي كلها مع بعضيها، بس مش هحط توابل غير لما اطلع الخلطه دي من قلب الخلاط. حطيت بصله ناعمه. ايه تاني يا عم شيف؟ بس كده زي الفل. نحط ورقتين نعناع حلوين كده زي الفل اهو، ونفرم كل ده مع بعض. نقلبه تقليبه كده. انا عايز حاجه من الخلاط عايز اوصل لها، وبعدين نشوف هنكمل مع بعض ازاي. عايز اخلط البرغل مع الكفته بتاعتي علشان ما تكشش في قلب الصينيه، لان ده انا هفرتها في الصينيه طبقتين، وبين الطبقتين الخضار اللي انا هشوحه دلوقتي على النار. وانا مع حضراتكم كده سيبه تاني مره، معلش. بعتذر عن الإزعاج. هناخد الخليط ده كله مع بعض يا عم الشيف، وننزله هنا في قلب الصينية بتاعتنا، ونبدأ نتبله. التوابل دي بقى اختيارك انت. انا بحب البابريكا والزعتر مع بعض، حلو، بتدي سبايسي كده للأكل، تديله فليفر حلو. دي الخلطة دي زي الفل. حد يقول الخلطة دي فيها اي مشكلة؟ فيها دسامة؟ صدور الفراخ لحمة بيضة آمنة، البصل والخضره اللي انا حاططها مفيش مشكله منها. هنبدا نحط البهارات بتاعتنا، شويه كمون، شويه بابريكا، سنه كركم كده حلوه، انا بحب الكركم. كل ما تيجي سيرته لازم اقول فايدته مفيده جدا للكبد، ومفيد جدا للكبد، بينقي الكبد، بيحمي الكبد، بينشط الكبد، غير ان هو بينشط الدم. حطيت كده البهارات بتاعتنا زي الفل. هعمل ايه يا عم الشيف؟ هنقلب الخليط ده كله على جنب، ونسيبها على جنب شويه بايديا كده. عجينها تقدري تعمليها طبعا مشويه زي ما هي كده، كفته الدجاج زي البرجر، تعمليها زي داوود باشا زي ما انت عايز، دي مرحله يعني، بس انا مش هعملها كده. انا اخدم عليها كده واخليها على جنب عشان لينا واقفه معاها. ده الجديد كده. العجينه معايا جاهزه زي الفل. تمام، هنعمل ايه يا عم الشيف؟ معايا طاسه على النار شديده الحراره. هاخد الطاسه دي يا عم الشيف واحط فيها شويه زيت زيتون بس، ومعانا تشكيله من الخضار لطيفه وجميله اهي. دي ضربناها في الكبه، عباره عن كوسه، فلفل، بصل، ثوم، بطاطسية مبشورة، كل ده في قلب الخضار ده الخشن ده. شفت الخضار ده كده؟ هنخليه على النار. ده خضار أنا بشوحه على النار بشوية بهارات كده وأدلعه، وأحط له كمان معلقة طحينة زي الفل. فكرة جديدة دي كده أهو، يعني أوميجا 3. عارفين الطحينة منتجات زيت السمسم أهي زي الفل، والطحينة بتدي تماسك له بدل الدقيق. الطحينة بديلة للدقيق. شايفين الخضار؟ تاني المعلومة دي يا اخوانا حبايبي السوشيال ميديا، شيف المغازي النهاردة استبدل الدقيق اللي هو بيمتص الخضار او المية بتاعت الخضار اللي هتنزل تبوظ لي الكفتة بتاعتي بمعلقة طحينة. ده الجديد، دي الخبرة الطهوية هنا بتقول كلامها هنا. ليه يا عم الشيف؟ عشان مش عايز احط دي، لان بعمل بقدر الامكان اكل هيلث النهارده، والطحينة مفيدة جدا، يعني اوميجا 3، يعني انا ببني الهرم الغذائي. الخضار هنا زي الفل جاهز، خليه على النار ونشيل ده كده من هنا، وتعالوا نشوف هنشتغل ازاي واحنا مع بعض. صينية، صينية حلوة كده بتاعت الكنافة، فاكرين الكنافة بتاعت رمضان؟ الصواني الالومنيوم اللي بنجيبها من وسط البلد، اللي بناخدها ونصدرها للدنيا كلها.
صينية ألمونيوم ثقيلة الحجم، يعني بتكون وزنها تقيل شوية. ناخدها كده نتينا طحينة من الأرضية كأنها أعمل بسبوسة، وآخد الكفتة دي يا عم الشيف أفرتها في قلب الصينية، ده الجديد. ما حطيتش سمنة، ما حطيتش زبدة، ما حطيتش زيت، حطيت طحينة أستفيد منها. الفليفر بتاع الطحينة ده لما يتعرض للنار دلوقتي مع البهريز بتاع الكفتة مع توابل الكفتة هيقول كلامه. أه زي الفل. أعمل إيه يا عم الشيف؟ بجيب بولة فيها شوية مية زي الفل كده معايا اهو، يسلكوا ايديا من الخلطه ومن العجينه، ده الطبيعي اهو. والخضار بيستوي على النار، اللهم صل على النبي. تمام، بايديا كده، وناخد الكفته الحلوه دي كده اهو، نفرتها كده اهو، ونحطها هنا كده رقيقه كده خالص اهو اهو. وانا بفرد كده افرد ايديا كده وارفعها لفوق شويه اهو، تاني ايديا اهو، واخد كده الكفته اهو كاني بعمل كبيبه او كبه بالصينيه. كلنا عارفين كبه بالصينيه وكبه مقليه وكبه سمائيه، كبه باللبن اهو. شفت ازاي؟ شفتوا ازاي؟ في ناس حلوين اهو زي الشكل ده كده زي الفل اهو. لسه ما خلصتش، ايدي في الميه واخد الحته دي كده. الخضار اللي معايا ده كده هفرده في قلبيها دلوقتي. الكفته دي اعملها لاولادك وابحثي جواها كده شوفي ايه اللي ممكن يؤدي لدسامه. مفيش حاجه خالص اهو، كله على عينك يا تاجر. الخضار اخباره ايه؟ ايه الدنيا؟ ايه الدنيا؟ اهو معلقه الطحينه هنا عاملها عمايلها زي ما بيقولوا اهي اهي اهو. شفت القوام ده كده؟ زي الفل. اخد الخضار ده يا عم الشيف وصلى على الحبيب قلبك يطيب. يا ويلي يا ويلي يا ويلي اخراجك عموره. شفت الجو ده كده؟ اللهم صل على النبي. زي الفل. هعمل ايه؟ اوزع بالراحه كده. دي لو دورت عليها في قاموس الطهي في العالم مش هتلاقيها غير على الشيف البغازي. بتجيب الاكلات دي منين يا شيف؟ حب للمطبخ هو اللي بيبدا، وحبكم ليا وكلامكم الطيب ليا. فكركم ايه يعني؟ زي الفل اهو. خلينا ارسمها اهو اهو. عايزين تطلعوا فاصل؟ طب اطلعوا فاصل وهي بتلف بين ايديا كده، كفته بالخضار، وهنطلع فاصل ونرجع بعد الفاصل نشوف الشيف المغازي هيحط الطبقه الثانيه ازاي بعد ما تبرد وندخلها الفرن ونقسمها. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. هنا بقى النقطة الصعبة، احنا لما نيجي نعمل كبة بالصينية أو صينية كفتة بالصينية أو كفتة بالصينية زي إخواننا الشوام، لازم نحط في الاعتبار هنحط الرق التاني إزاي، صعب شوية. فتجيبي ورقتين من الزبدة، ما عندكيش ورقتين من الزبدة تجيبي كيس العيش اللي جابه جوزك امبارح بالليل وهو جاي، افتحي الكيس ده كده وتعينه الصين واستخدميه كده. أنا بوفر لك كل سبل الراحة. حلو الكلام؟ وناخد الخلطة دي كده زي ما هي كده أهي، تعالي اهي زي ما هي كده، ونحطها على الوش اهي، اللهم صل على النبي اهي، ونشيل بالراحه كده. ونفس القصه واحده ثانيه اديناها زيت علشان ما تمسكش الكفته في قلب الورقه، تنزل بسهوله. الحاجات الصغيره دي على بجد بتفرق في التكنيك وفي الاعداد وفي التنفيذ. ناخد بقيه الخلطه ونحط عليها الورقه دي كده، ده الطبيعي. ونفرتها كده بهدوء. معانا ايه؟ فردة تكفي الصينية وجنب الصينية كمان. ونشيل دي كده بالراحة، اللهم صل على النبي، ونشيل ده من هنا كده، وتعالوا نكمل مع بعض القصة. نمسك بالسكينة ونقطع. حلو. دي عايزها فين يا عم الشيف؟ عايزها هنا. حلو قوي. لسه ما خلصتش. دي عايزها فين يا عم الشيف؟ عايزها هنا.
ده الطبيعي اللي انت تشتغلي بيه كده. طيب كده تشيلها كده بالراحه عشان تشيلها بيه ده لغايه لما بقى في الاخر هتسويها بايدك كده بواسطه شويه مي. نفس الشغل بتاع الكوبيب اهو. انت لو ترقيها على ايدك طبعا هتبوظ الحشوه، لان الحشوه انا مش عايز احركها من مكانها. شفت ازاي الشغل ده كده؟ لو بتعملي كمان صينيه بسبوسه، اخواننا المصريين اختراع حلو عملوه وشفته انا في بعض المحلات، صينيه بسبوسه محشيه كنافه بالقشطه، يعني الكنافه اللي بايته كسروها وعملوا صينيه بسبوسه وحشوها جوه البسبوسه. فدي فكره حلوه، تعمليها ازاي؟ نفس الطريقه، بتجيبي رقه بسبوسه، شفت انا بعمل ايه اهو، واسويها كده وتحطي رقه كنافه اللي هي بايته عندك في الثلاجه وتبقي انت عملت صينيه بسبوسه بالكنافه، هي نفس الفكره كده زي الفل. جواها خضار، البرغل هنا العصب بتاعنا، درجة حرارة الفرن هنا يا عم الشيف 200 250 زي ما انت عايزة، عايزة درجة فرن عالية علشان تعمل صدمة نارية، ما تقعدش في الفرن وقت كبير تنزل المية، لازم يكون الفرن شغال مسبقا كأنك بتعملي كيكة زي الفل. بسكينة كده وقطعها، اللهم صل على النبي. تعالي تعالي يا حلوة كده كده. دي جواها ايه؟ خضار، جواها ايه؟ كوسة، جواها بصل، جواها فلفل الوان، جواها توم. مقدار الكفتة عبارة عن دجاج صدور، برغل، بصل، توم، بهارات، عود نعناع اخضر حلو زي الفل. درجة حرارة دي بقلاوة، بقلاوة عمورة دي، خلي بالك. درجة حرارة الفرن عندي 180، هنحط عليها شوية زيت زيتون كده وندخلها الفرن عشان تطلع بتلمع معايا وزي الفل. اهو 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 دي بقلاوه. يلا مكانها فين دي بقى؟ صلى على الحبيب قلبك يطيب. سامعكم والله، انتوا شطار، انا اخر واحد اتكلم. دي تتحط في ارضيه الفرن بالشكل ده كده يلا نظره الوداع. صينيه كفته الدجاج بالخضار هيلسي بقدر الامكان، بنسبه كام يا عم الشيف؟ يعني نقدر نقول بنسبه 50% مكوناتها. أنا استخدمت بس زيت زيتون وبقية المكونات كلها خضار وصدور فراخ. أنا هعمل دلوقتي مع حضراتكم طبق مكرونة بالزبادي. بيسألوني قبل ما تبدأ الحلقة، الزبادي ده هينطبخ ولا يتحط ني؟ المكرونة دي هتتسلق ولا تتحط زي ما هي كده تستوي مع اللبن؟ هنشوف التفاصيل مع بعض حالا دلوقتي بعد ما نشوف المقادير. زبادي مكرونة اسباجيتي عين جمل اللي هو الجوز، ومعانا معلقة من النشا وبياض بيضة. دي المقادير بسيطة وسهلة على الشاشة. المقادير تاني معلش، مكرونة معلش عمورة هنحطها هنا، وزبادي، ومعانا زيت زيتون، ومعانا بفصين من التوم مفرومين ناعم، وعين جمل. هي دي كل المقادير على الشاشة. أول حاجة هسلق المكرونة في معلقة زيت وشوية ملح، ده الطبيعي تمام، وشوية الملح بتوعنا، ونحط المكرونة دي يا عم الشيف تتسلق. إيه اللي هنا ده؟ يا نعناع يا حلاوة. هناخد المكرونة دي كده زي الفل ونحطها هنا كده يلا. على المكرونة ما تستوي تعالوا نطبخ طبقة اللبن، كأننا هنعمل لبن أمه أو شكرية أو كبة باللبن نار شديدة زي الفل. حلوة. ولما تيجي تطبخ اللبن بقى القواعد دي لازم تحطها في الاعتبار واحدة واحدة كده وركزي معايا احنا دلوقتي هنطبخ طبقة لبن، سواء نعمل كبة باللبن أو شكرية أو لبن أمه أيا كان، هي القاعدة واحدة، بنحط شوية حليب زي الفل، وننزل الزبادي عليهم بالمضرب، ونخلط باستمرار. زبادي بنشتريه من أي سوبر ماركت، فيه طبعا قليل الدسم، بيقول لك الزبادي ده نسبة الدسمة فيه قليلة، واحنا عارفين الكلام ده كله عشان ما حدش يقول لي يا شيف الزبادي ازاي وهنعمل أكل هيلثي ازاي والحليب اللي انا حطيته برضو قليل الدسامه زي الفل. باخد على على الزبادي ده بياض بيضه، اللهم صل على النبي البياض بس مش الصفار ليه البياض يا عم الشيف؟
يعني نضرب عصفورين بحجر، قيمه غذائيه عاليه جدا، بروتين حيواني، احنا عارفين بياض البيض غني بالكالسيوم والمعادن، وفي نفس الوقت كمان بيعمل ايه يا عم الشيف؟ بيديني قوام للزبادي بتاعي، ما يخلوش يفرط مني ويبرغل مني. اه زي الفل. اشيل ده من هنا، بياض البيضه نزل في قلب الزبادي. معانا من النشا معلقتين. فين النشا؟ اه الحمد لله زي الفل. اه ده كله ينزل على اللبن قبل اللبن ما يسخن. اه ونقلب يا عم الشيف الزبادي ده كده. اه دي الطبخه. اه اذا تقل معانا شويه ما تزودوش ميه، زوديه من ميه المكرونه. اذا الزبادي تقل معاك علشان بياض البيض والنشا وده وارد، وانا عايزه يتقل للامانه، ازوده شويه ميه من سلق المكرونه. حلو الكلام؟ اه زي الفل تمام. وكده كده ميه المكرونه قيمه غذائيه عاليه جدا، لاننا كلنا عارفين المكرونه مصنعه من دقيق ودي السميد بنسبه 1:2 مع زيت وبيض. اه نسيب الزبادي كده على النار. اخبار المكرونه ايه؟ زي راحت فين المكرونه يا عمور؟ راحت فين؟ تنزل فين هنا؟ بص عليها كده، هو ده عيني. اه شايفين؟ هو ده كده. نقلبها علشان انا مش عايز اسلقها جامد، عشان تكمل سواها جوه الزبادي، تنطبخ جوه الزبادي، فانا بحلها هنا كده زي الفل. تمام. انا هنا بقى في الاختيار لحضراتكم، ايه هو؟ يا اما تحط لها توم او ما تحطيش. البعض بيحب معاها توم والبعض ما يحبش معاها توم. طبخه اللبن من غير التوم بتحس ان هي فقيره شويه، زي ما نيجي نعمل لبن او طشه اللبن بتاع الشكريه. فانا بصراحه ممكن احط لها توم مع نعناع يابس، هتبقى حلوه. المدام بتعملها لي كده، تجيب التوم تحمره مع نعناع يابس اللي هو النعناع الناشف ومعلقه سمنه ومعلقه زبده اذا انت حابه. احنا ممكن نستبدل الزبده او السمنه بزيت زيتون، ايه رايكم؟ نعملها مع بعض؟ نعملها. اه احنا ما وراناش حاجه. اه ايه الاخبار؟ النار اهيت زي الفل. معلقه زيت هي هتعلي من القيمه الغذائيه. اه ومعانا زيت زيتون، دول كفايه. وادي فص توم محترم مع اللبن، استنى عليه يتحمر شويه. شايفين الزبادي بدا يغلي ازاي ويديني قوام؟ اه 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 تعرف ان هو خد قوام ازاي؟ اول ما تلاقيه علم في اطراف الحله زي المهلبيه كده والبشاميل. اه اه تقليب من وقت للتاني. التومه اهيت، نعناع يابس فين يا شباب؟ اهو الحمد لله تمام زي الفل. طيب على النعناع ما يستوي والتومه احنا مش هنقف، خلونا نشوف مع بعض مقادير سلطه الجزر بزيت السمسم. مقادير سلطة الجزر بزيت السمسم، المقادير على الشاشة. معانا جزر مسلوق مسبقا، اه زي الفل ومتقشر وزي الحلاوة، حلو الكلام؟ وزيت سمسم وبقدونس مفروم ناعم وسكينة حامية. والمقادير على الشاشة قدام حضراتكم، ممكن تصوريها وتكتبيها. حلو قوي. سلطة جديدة دي يا شيف؟ اه. الجزر مفيد فيتامين سي؟ اه. بيعلي المناعة؟ اه. قيمة غذائية عالية؟ اه. حاجة جديدة للأولاد يحبوها، جربي معاهم مفيش مشكلة. اه زي الفل. إخواننا في الصين دايماً بيستخدموه مع السلطات. اه جزر اتقطع كده. معانا مين يا فندم؟ احنا بنخلص اللايف بتاعنا وبنعمل لايف مع بعض على السوشيال ميديا، نقول طريقة عمل البيتزا. الزبادي بيناديني. اه شايفة القوام؟ هنبص على القوام دلوقتي. حبايبي فرسان التلفزيون المصري، شايفين الزبادي والقوام بتاعه؟ اه 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 ناعم وزي الفل تمام. يلا نبص عليه. اللهم صل على النبي. اه بص كده نطلع للكرين. اه قطع؟ لا. برغل منك؟ لا. اه كريمه لباني؟ اه اعتبريها زي ما تعتبريها. ده زبادي من سوبر ماركت اللي على الناصيه، جبناه قليل الدسامه، حطينا عليه معلقه نشا صغيره، بياض بيضه، حولته هنا لطبخه لبن. هحط لها دلوقتي تومه مع نعناع يابس. تقدري تعملي كبه باللبن، شكريه، لبن امه، زي ما انت عايزه. تعملي فتة الدجاج باللبن زي ما انت عايزه. اخبار التومه ايه؟ اوعى. نعناع يابس يا ويلي. ناخدها. ممكن تحط كزبره خضراء لو انت هتعمليها حاجه تانية، بس انا حابب النعناع مع المكرونه. اه ننزل بقى هنا كده. اه يا ويلي يا ويلي. الله. هو ده هو ده زي الفل. اخبار المكرونه يا عم الشيف؟ بص على المكرونه، بص على المكرونه
زي الفل تمام. ناخد المكرونة تكمل سوانا كده اهي اهي، المكرونة نسقطها كده. هو ده هو ده هو ده اهو اهو. الأكلة دي لازم تعملها لأولادك النهاردة، وليه رأيك فيها للأمانة يعني. البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، مش هنحط أي بهارات تانية. أنا حاطط نعناع يابس وحاطط تومة. نجيب شوكة كمان. اللهم صل على النبي. أنا حابب كده إن المكرونة تطلع بالمية بتاعتها. حابب ده عشان هي لسه مش مستوية، فهتاخد غلوة مع الزبادي. شوية المية اللي بينزلوا معاها دولت بيدوها بيدعموها. وسيبيها على نار هادية. هنا ما نقلبش بالمضرب بقى، خلينا نقلب بالراحة كده. أكلة اعملها لأولادك بالليل، جوزك راجع متأخر ومش عايز يتعشى، اعملوا له الطبق ده وهيدعي لك، هينام زي الفل. صديق المعدة، الزبادي بيساعد على الهضم، صديق الكولون، مكرونة نشويات مفيدة جدا. معانا عين جمل؟ عين جمل. هيتحط ازاي يا شيف؟ استاذ عمرو قبل ما نخلص الهوا قال لي ازاي نحمر عين الجمل ونحطه على المكرونه كده بقى دايت؟ انا قلت له يعني بنسبه 50 بجتهد ان هي تبقى دايت. والله احنا ممكن نحط عين الجمل ني، ممكن نحط له بتحميره زيت زيتون، ممكن نعمله بسمنه، ممكن نعمله بزبادي، زي ما احنا حابين. ناخد بعدين نطلع فاصل، ناخد بقى خلينا نغرفها طيب ونطلع فاصل، ايه رايكم؟ سريعا كده. مش هاخد دقائق معدوده. اللهم صل على النبي. ادي طبق المكرونه بتاعي اللي انا عملته زي ما انت حابب، مش عايزين نحط عين جمل، زي ما انتوا حابين. الف انا وشفا اللي ياكل منها. ده هيلث بنسبه تقريبا 70%. هنزينها بعين جمل او بمكسرات او بلوز او بفستق اللي عندك، مفيش مشكله. هناخد بعدين نطلع فاصل صغير، نرجع بعد الفاصل للحلويات. ايه يا الحلويات؟ معانا سلطه الجزر تعتبر سكريات، ومعانا طبعا مستر اوفيكاتو هنعمله النهارده عصير وسموزي بنهديه لطلبه الثانويه العامه، وندعي لهم بالتوفيق ان شاء الله. اوعوا تروحوا بعيد، تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. محلك سرك يا ابو الشيف، عايزين نشوف الانتاج بتاعنا ايه. قال لك كتر عين الجمل على المكرونه دي عشان نتغدى مع بعض بيها. ماشي، ايه عين جمل بالهبل. زي الفل، والله العظيم عين جمل. ما رضيتش احمصه لان هو يعني محمص وزي الفل، ومعاها كمان النعناع اليابس زي الفل. تعالوا مع بعض نعمل سلطه الجزر سريعا كده عشان وقتنا. شفنا المقادير بتاعتها يا استاذ رحاب بعد اذنك. سلطه الجزر بزيت السمسم، معانا جزر بنقطعه مكعبات او مربعات او شرايح بالشكل ده كده. لازم الجزر ده يتسلق مسبقا، ولما تسلقي الجزر تسليه في شويه ميه قليلين علشان نستفيد بالميه بتاعته. والمقادير على الشاشه، معانا زيت سمسم، معانا بقدونس، معانا كمان سنه ملح صغيره، وممكن تحط معلقه صويا. زي الفل، ده الجزر جاهز تمام. يعني هو ابن عم البنجر في الطعم لما نيجي نحسب القصه بتاعته. حلو، اللهم صل على النبي. شويه بقدونس، شويه صويا صوص، ولو حطيتي الصويا صوص يا ست الكل ما تحطيش ملح. شويه زيت سمسم، سلطه لطيفه طعمها مميز. أدعمها بفص توم ني، ودي اسألي الأولاد حسب الرغبة، سنة شبت صغيرة، واسأليهم أنا حطيت توم على السلطة، مش حابين ما تحطيش. نقلب السلطة. حاضر عينيا، شوف الكفتة حالا، أنا بتاخد وش بس، هطلعها لكم حالا دلوقتي. كله منتظر الكفتة للشيف اشتغلها في الأول. طبقتين بينهم خضرة، الخضرة دي دعمتها معلقة طحينة، يعني أوميجا 3، يعني قيمة غذائية عالية جدا، يعني معلقة الطحينة بديل للدقيق علشان لما تنزل المية، المية تلاقي إيه؟ معلقة الطحين حارس مرمى قوي جدا. نجيب طبق التقديم بتاعنا. للسلطة الحلوة دي كده. مكانها فين عايزها؟ قول لي ولا تخبيشي يا زين. مكانها أهوت. هي مش محتاجة أي برزنتيشن. اللون البرتقالي ده بيفتح النفس، أنت خلاها على السفرة كده اللي ريحه اللي جاي يبص لها. ناكل الأكل اللي موجود كله على السفرة.
معلومه دي معلومه علميه، يقول لك اللون البرتقاني لما نبص له كتير يفتح نفسنا للاكل، للي مش عايز ياكل يعني. حلو. عود نعناع، عود نعناع على الوش. حاضر عينيا، طلع لك احلى كفته دلوقتي. طيب اخبار الكفته ايه؟ نبص عليها اهي. اللهم صل على النبي. لا الكفته دي تتسجل في موسوعه جينسن والله العظيم، يعني حاجه كده اختراع، اختراع مش مزبوطة في اي كتب طهويه. اللهم صل على النبي. دي بقلاوه يا باشا، بقلاوه عموره. اللي مش هيعرف ان هي من البدايه انا اشتغلت فيها ايه هيقول لك دي بقلاوه. صل على الحبيب قلبك يطيب. ايه الاخبار؟ ما اقولكش. لا السكينه ماشيه فيها زي قلب الحلاوه. مكان ما انا مقطعها من البدايه جواه خضار، جواه خضار. ماسكه نفسها زي الفل. لان معايا البرغل هنا حارس مرمى قوي جدا، هو العصب بتاعها. والمفروض تقطعها بعد ما تبرد شويه. بس انا بوريكي اطرافها المستويه. فيها سوائل ابدا، معلقتين الطحينه بيهزروا هنا، اي حاجه على طول تستطع زي الفل بالف انا وشيف. تعالوا مع بعض نعمل عصير الافوكاتو، سموزي الافوكاتو، ونقدمه لحضراتكم عشان اطفالنا الحلوين وطلبه الثانويه العامه والرياضيين ازاي نستخدم الافوكاتو سموزي. حلو الكلام، هنعمله مع بعض سريعا. معانا افوكاتو ومعانا كمان سكر ومعانا لوز، يا مزاج اللوز، ورقتين نعناع اخضر وتلج وحليب، وتلج وحليب. هنعمله مع بعض ازاي؟ بنجيب سكينه ما عدتش على توم ولا على بصل ولا اي حاجه خالص، بريئه يا فندم من التوم والبصل، ده الطبيعي. ونمسك الافوكادو ده نقشره. شفنا المقادير على الشاشه؟ اللهم صل على النبي. هو ده. شيل دي بالراحه كده ونقشرها كده، نتاكد دي شويه عايزه شويه سوى، بس في العصير مش مطلوب ان يكون مستوي جامد على فكره، لان انا بحط له حليب وبحط له تلج ومعايا خلاط قوي، فانا هضربه في قلب الخلاط. انما لو هنعمله سلطه المفروض يكون مستوي بالشكل ده كده. شيل دي كده من هنا معلش، زي الفل. نشيل القشرة دي كده بالراحة. حلوة المعلومة دي يا استاذ رحاب، ما شاء الله، هتبقى شيفة بعد شوية. قال لك الأفوكاتو عشان ما يسودش مننا نعمل فيه إيه؟ نحط له ليمون. معلومة غير معلومة، إضافة عصير حامض الليمون أو البرتقال للأفوكاتو في حالة استخدامه سلطة. ليه يا عم الشيف؟ علشان ما يسودش مننا وما يتغيرش لونه، لانه طبعا غني بالاكسده، مضادات اكسده، عشان كده بيقوي المناعه، قيمته الغذائيه عاليه جدا، في نسبه معادن عاليه جدا، مستودع من المعادن والبوتاسيوم والمغنيسيوم، كل ده في الافوكاتو، كل ده في الافوكاتو، عشان كده بنلاقيه غالي شويه سعره، بس الحمد لله عندنا دلوقتي احنا ايه، بنصدره وبنزرعه. زي الفل. بشوفه عند الفكهانيه في كل مكان، كنت زمان اشوفه كده في الاحلام، دلوقتي عند اي فكهاني في اي شارع. هنحط كده النعناع الاخضر ده كده عليه، اللهم صل على النبي، ونحط عليه سكر. عايزه تحط عسل انت حر، ربنا يجعل ايامك كلها عسل ان شاء الله، قول امين. حليب وتلج. ازود التلج؟ حاضر عموره. لا التلجية دي كبيره، الخلاط هيكسرها. ما هو الخلاط ده احنا جايبينه لكده مخصوص. ربنا يستر بقى وما يحرجنيش. حلو، بقلب الخلاط، قول يا رب يا عم ايهاب. وكلنا على الله. We'll be right back.
عينيا. لا انا احط لك احلى لوز، يا مزاج اللوز. لوز اهو، لوز ده مغسول ومنقوع عشان يبقى طري. اه لما تيجي تستخدميه في العصاير بنفس الطريقه، ونغطي ده كده ونرجع تاني. تاني العصير ده بهديل طلبة الثانوية العامة فقط، طلبة الثانوية العامة اللي بيذاكروا، أتمنى لهم التوفيق. كل بيت وكل أسرة حاضر، كل بيت وكل أسرة أكيد في طالب في الثانوية العامة أو بنوتة حلوة في الثانوية العامة، نتمنى لها التوفيق إن شاء الله. وادي العصير بتاعنا سريعا نغرفه علشان وقتنا خلص بعد إذن حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلج ايه عامل عمايله. ده واحد، اللهم صل على النبي. التاني الف انا وشفا اللي يشرب. عايزه تاني تستبدلي السكر بعسل اختياري. السفره بتاعتي كده فيها كل حاجه حلوه، بقدر الامكان بنعمل اكل هيلسي يناسب كل افراد الاسره، الصغير والكبير من افراد الاسره. عملنا مع بعض كفته بالصينيه، وعملناها بالخضار، وعملنا سلطة الجزر إهداء مني كمان لطلبة الثانوية العامة عشان فيتامين سي وتقوي المناعة، وعملنا مكرونة لطيفة الطبق المفضل ليا من المكرونة في حالة إن إحنا فاتنا معاد العشاء، عبارة عن مكرونة وزبادي بتكنيك عالي علشان ما يفرطش معانا. رؤية فن إبداع وأكل هيلسي كل يوم على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من ماس بيرو. We'll be right back.